انسي نفسك المفتوحة بتاعت زمان، اليوم جايبالك كبسولات رائعة لسد الشهية، هتقلل معاكي كمية الطعام اللي انت بتاخديها على مدار اليوم، هتاكلي كل اللي نفسك فيه ولكن هتاكليه بكميات صغيرة، فده هيضاعف معاكي معدلات حرق الدهون المخزنة في الجسم، حتى لو الدهون دي عنيدة وصعبة ومتحجرة وبقالها سنين وسنين، جسمك هيحرقها وهيزود من حرارة وطاقة الجسم من خلال ان هو بيحولها الى طاقة، فبالتالي هيسرع معاكي من عملية الحرق. الكبسولات دي سحرية حرفيا، لانها بترفع معاكي معدل الحرق اليومي بشكل عام. بيوتيك برومو سليم من المنتجات المعروفة عنها، موجودة فيها مجموعة من الأعشاب الطبيعية الفعالة اللي بتحرق الدهون المتراكمة، خصوصا الدهون اللي بتبقى موجودة في منطقة البطن والكرش والأرداف، ليها مفعول السحر في سد الشهية لفترة طويلة على مدار اليوم. ففي النهاية هتلاقي نفسك يوم عن يوم بتخسي، ووزنك بيكون طبيعي وفي نفس الوقت آمنة. كبسولات برومو سليم بتعمل على نحت البطن والتخلص من الكرش بسهولة، بيبان النتيجة بتاعتها من أول أسبوع لخلال شهر، بتخسري أكتر من 15 كيلو في شهر واحد. لسه معملش لايك، حطوا اللايكات دلوقتي، حطي لايك على اللايك واشتركي في القناة واكتبي لي انت حابة تشوفي ايه في الفيديوهات الجاية. تعالوا نعرف أكتر عن هذه الكبسولات السحرية، ونعرف أيضا طريقة استخدامها وايه هي موانع الاستعمال. اكتر حاجة بتميزها خصوصا لو انت بتعاني من وزن زيادة، حتى لو وزنك فوق 100 كيلو، فهي هتعمل على التخسيس، لانها بتحول الدهون لطاقة، وكمان بتديكي الحيوية والطاقة عشان تعملي تمارين رياضية اكتر واكتر، فبالتالي بتخسي بشكل اسرع. كمان الكبسولات بتمد الجسم بالفيتامينات والمواد الغذائية الهامة لصحته، زي الألياف الغذائية اللي بتساعد في عملية امتلاء المعدة والإحساس بالشبع المبكر، مستخلص الشاي الأخضر والكارسينيا جمبوجيا، وكمان بينظم من عمل الجهاز الهضمي، وبينظم بشكل كبير جدا جدا من ان يمنع ان الدهون تتراكم في الجسم. بالنسبة لطريقة الاستعمال، بتكون تحت اشراف طبي متخصص. كمان بنتكلم مع الطبيب لو احنا بنعاني من بعض الامراض، او بناخد بعض الفيتامينات او المكملات الغذائية، او حتى لو بناخد ادوية لبعض الامراض المعينة، ولكن في الطبيعي بتكون الجرعة مرة واحدة في اليوم بس. طبعا مهم ان احنا ناخدها على معدة فارغة للحصول على افضل النتائج، حوالي نص ساعة قبل الافطار. وطبعا الطريقة لازم تكون تحت اشراف طبي متخصص عشان ما يسببلكيش اي اضرار او اي اثار جانبية، وتشتريها من مكان موثوق منه، صيدلية تكون كبيرة او حد يكون معتمد، عشان تتفادي ان يكون في انواع مغشوشة. وطبعا يكون برضو لتالت مرة او رابع مرة بقول لازم نستعملها تحت اشراف طبي متخصص. في نهاية حلقة اليوم، اتمنى تكون دايما عند حسن ظنكم، حطي لايك على لايك واعملي شير للفيديو واشتراك في القناة، وشوفي الفيديوهات اللي فاتتك لانها موجودة دلوقتي على الشاشة، واكتبي لي اقتراحاتك وارائك لفيديوهات جديدة حابين اكلمكم عنها الفترة الجاية.